المتابعين الأعزاء الكرام أينما كنتم في العالم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعيد فطر سعيد أعاده الله علينا وعليكم بموفور الصحة والسلامة وباليمن والبركات. وخالد العنبري يحييكم من جديد، وهذه المرة من مدينة مانشستر في المملكة المتحدة. هي رحلة قصيرة للمملكة المتحدة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وفي هذه الرحلة بإذن الله سأقوم بعمل جولتين، الأولى لتغطية مدينة مانشستر وهي في هذا الفيديو، والثانية لتغطية أجمل بقعة من الريف الإنجليزي تعرف باسم ليك ديستريكت أو منطقة البحيرات، وستكون في الفيديو القادم. مدينة مانشستر لا تعتبر مدينة سياحية قدر ما هي مدينة صناعية، حيث أنها انطلقت منها شرارة الثورة الصناعية في عام 1760 لتشمل بعد ذلك كل من غرب أوروبا واليابان وأمريكا. سبب زيارتي لهذه المدينة لأنها قريبة من الريف الإنجليزي من منطقة البحيرات، تعتبر كذلك مدينة أكاديمية لأنها تشمل على أهم الجامعات في المملكة المتحدة مثل جامعة مانشستر وجامعة سلفورد، وكما أنها تعتبر مدينة رياضية لأنها تحتضن الأندية البريطانية المعروفة على مستوى أوروبا مثل نادي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. هذه الساحة تعرف باسم بيكاديلي جاردنز، تقع في مركز مدينة مانشستر بالقرب من ساحة تسوق ومجمع تجاري شهير. بعد قليل راح نزور هذه المنطقة. من مركز مدينة مانشستر حيث ساحة التسوق، وهذه الساحة تشمل على العديد من المحلات التجارية بالإضافة إلى المتاجر البريطانية الشهيرة مثل مارك سبنسر وسيلفريدجز، والآن أمامكم مجمع تجاري يعرف باسم أرندل. ما يميز هذا المجمع وجود شارع أسفل المجمع، شارع تسوق. هذا الشارع اسمه شارع ماركت ستريت، وهو يأتي في منتصف مجمع أرندل التجاري. ما زلنا في شارع ماركت ستريت، القلب النابض لمدينة مانشستر. فعلا شارع رائع حيوي جدا. من داخل مجمع أرندل التجاري كافة المتطلبات الأساسية للزائر أو السائح موجودة في هذا المجمع. تكلمنا عن محلات التسوق أو المطاعم أو المقاهي. هذا محل لند يقدم الشوكولاتة السويسرية، محل هوتيل شوكولت لتقديم منتجات الشوكولاتة، وأطيب وألذ مشروب شوكولاتة ساخن أنا ذقته من هذا المحل على مستوى أوروبا والمملكة المتحدة. بعد الخروج من مجمع أرندل من بوابة مختلفة، جزء آخر جميل جدا من مركز مدينة مانشستر، صالة برنت وورك، وهي صالة تحتوي على مطاعم وصالات سينما. من أمام مبنى قاعة المدينة في مانشستر، وهذه القاعة يعود بنائها بين عامي 1868 و 1877 للميلاد، أي استغرق بنائها حوالي 9 سنوات، وهي على الطراز القوطي الفيكتوري. قام بتصميم البناء ألفرد ووترهاوس، التصميم على شكل مثلث وبه برج ساعة يبلغ ارتفاع هذا البرج 85 متر، وفي الداخل درج يحتوي على عدد 173 خطوة. يعتبر المبنى أيقونة مانشستر.
أعزائي المشاهدين، الآن أنا أقف أمام معلم مهم جدا في مانشستر، وهي مكتبة جون. استغرق بناء هذه المكتبة قرابة 10 سنوات، وتم افتتاحها لعامة الزوار فور الانتهاء من بنائها، وكان ذلك في عام 1900 للميلاد. ما يميز هذه المكتبة أنها تحتوي على كتب ومخطوطات فريدة ونادرة من نوعها في العالم، إضافة إلى الديكورات والأضواء المستخدمة في الداخل، إذ أن الديكورات عبارة عن مزيج من الطراز القوطي مع الطراز الفيكتوري. الدخول إليها مجان. خريطة توضح أهم الأقسام في المكتبة بطوابقها المختلفة. تعتبر هذه المكتبة جزء من الحرم الجامعي لجامعة مانشستر. الآن أنا متواجد في الطابق الأول حيث المعارض. أحد الغرف التي تحتوي على مجموعة كتب تم شراءها من قبل مؤسس المكتبة رايلانز. تكلفة الكتب في هذه الغرفة قرابة 155,000 جنيه استرليني. ديكورات دقيقة جدا كما ذكرت لكم. هذه القبب وبقية الديكورات في هذه المكتبة تم بناءها على الطراز القوطي الفيكتوري. هذه هي غرفة القراءة التاريخية. تتوسطها تماثيل إحداها للملكة فيكتوريا. يا لروعة التصاميم، جميلة جدا، خاصة في الأسقف والقبب. بين الطابق الأول والثاني هناك مجموعة تماثيل، وهي تماثيل لشعراء وأدباء وعلماء وكتاب في المملكة المتحدة. إحداهم يعرف باسم ويليام شكسبير، وهو كاتب مسرحي إنجليزي. كالعادة عند نهاية كل جولة في متحف أو مكتبة يوجد هناك محل لبيع الهدايا التذكارية، وهذا المحل تابع لمكتبة جون رايلانز. مرحبا بكم في حي كاسل فيلد في مركز مدينة مانشستر، وهذا الحي يعتبر نواة مدينة مانشستر، حيث انطلقت الثورة الصناعية من هذا الحي قديما، لتشمل بعد ذلك كل من غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. اشتهر هذا الحي قديما بصناعات عدة، أهمها صناعات القطن والنسيج، والآن هذا الحي يجسد المراحل التاريخية المهمة الثلاثة التي مرت بها مدينة مانشستر بشكل خاص والمملكة المتحدة بشكل عام، وهي كالآتي: المرحلة الرومانية، مرحلة الثورة الصناعية، والمرحلة الحديثة. أما الآن يعتبر هذا الحي مكان مناسب للمشي على الأقدام والاستمتاع بالقنوات المائية التي تملأ الحي. هذه القنوات المائية في حي كاسل فيلد في مانشستر بالمملكة المتحدة تذكرني كثيرا بالقنوات المائية الموجودة في العاصمة الهولندية أمستردام. خلفي في التصوير يوجد مبنى المكتبة المركزية في مانشستر، وهي من ضمن المباني التي انبهر بها الزعيم النازي آنذاك أدولف هتلر. وخلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الطائرات النازية تقصف مدينة مانشستر، وصى الزعيم النازي بعدم قصف هذا المبنى. أمام فندق راديسون بلو إدوارديان، وهو فندق من فئة 5 نجوم في مركز مدينة مانشستر وفي إقامتي حاليا. سعر الغرفة من نوع عادي، شامل الإفطار والضريبة لليلة الواحدة 270 جنيه استرليني.
الآن أنا متواجد في محطة قطارات بيكاديلي، وهي محطة الرئيسية التي تنطلق منها رحلات القطارات إلى مختلف مدن وقرى المملكة المتحدة. والجميل جدا في المملكة المتحدة أن شبكة القطارات فيها قوية جدا وذات كفاءة عالية، وأسعار الرحلات بالقطارات مقدور عليها، وممكن الشخص يوفر الكثير من خلال استخدام القطارات. أعزائي المشاهدين الكرام، يوم آخر جديد نكمل فيه جولتنا، واخترت أن تكون الجولة في هذا اليوم في مدينة تقع بالقرب من مانشستر على بعد ساعة ونصف بالقطار، تعرف باسم يورك، وهي مدينة سياحية تاريخية في إنجلترا. الطقس اليوم جدا سيء، ممطر بغزارة، وهذه هي العادة في المملكة المتحدة، الطقس غير مستقر، الجو متقلب دائما. خلفي مباشرة توجد كاتدرائية تعرف باسم يورك مينستر، ومن هنا تأسس مذهب جديد في المسيحية يعرف بمذهب البروتستانت أو الكنيسة الإنجليزية في أيام حكم الملك هنري. مدينة يورك يعود تاريخها أو تأسيسها إلى 2000 عام في عهد حكم الرومان للجزر البريطانية، وبعد ذلك استقر فيها الفايكينج ثم النورمان، وأتوقع أنها كانت عاصمة في يوم من الأيام لإنجلترا. من مركز مدينة يورك وكذلك من أمام كاتدرائية يورك مينستر، أحد الأعمدة الرومانية الموجودة في يورك. أمام كاتدرائية يورك مينستر يوجد تمثال للإمبراطور البيزنطي قسطنطين العظيم، العظمة لله سبحانه. هذا قسطنطين الذي قام بتأسيس مدينة القسطنطينية التي تعرف الآن باسم اسطنبول. والد قسطنطين توفي في مدينة يورك يعرف باسم كونستانتيوس، وهو مدفون في يورك، التقاط لبعض أجزاء من جدران كاتدرائية يورك مينستر في مركز مدينة يورك. مرحبا بكم في شارع شامبل ستريت، وهو شارع تسوق شهير جدا في يورك، وكذلك يحتوي على بعض الكافيهات. شامبل تعني الفوضى، أي شارع الفوضى. تم تسميته بهذا الاسم لأن هناك الكثير من عروض البهلوان، ولكن حاليا لا توجد أي منها بسبب سوء الطقس. هذه المدينة تذكرني كثيرا بمدينة شقوبية في إسبانيا، وكذلك مدينة طليطلة توليدو في إسبانيا. أغلبية هذه المنتجات الخشبية في هذا المحل يتم تصنيعها في شرق ألمانيا. على فكرة مدينة نيويورك الأمريكية تم تسميتها نسبة إلى هذه المدينة. هذه المدينة تعرف يورك، أما التي في أمريكا يورك الجديدة، إذا ترجمناها تعني يورك الجديدة، نيويورك. بالرغم من سوء الطقس وغزارة الأمطار، إلا أن المدينة مفعمة بالحياة، وهذا هو المعهود في المدن البريطانية المعروفة بالسياحة. في هذه المدينة بالقرب من محطة قطارات يورك الرئيسية يوجد أكبر متحف للقطارات في العالم. تعرفين القطارات أول ما تم اختراعها وانطلاقها كان في المملكة المتحدة. تتنوع المقومات السياحية في المملكة المتحدة، ولكن ما يعيب هذه البلاد ثلاثة أمور:
الأمر الأول الغلاء الفاحش، الأمر الثاني حالة التقشف التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنتين بسبب موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بما يعرف بالبري إكزيت. أما الأمر الثالث يتعلق بالمعيشة، أن نسبة الضرائب في بريطانيا كبيرة جدا بحيث أنها أنهكت الشعب البريطاني بكافة فئاته، من العمال إلى الموظفين إلى المستثمرين إلى رجال الأعمال، يعني سببت لهم الكثير من الضغوطات في الحياة، أصبحت المعيشة جدا صعبة. مرحبا بكم في ساحة شامبلز ماركت أو ماركت بليس لمدينة يورك. لا صراحة مدينة سياحية، يعني أنا عندي بالنسبة لي هذه المدينة أفضل بكثير من مانشستر. هذه فعلا الشخص يجي لها للسياحة، تكفيها يعني رحلة لمدة يوم واحد سواء من مانشستر أو من لندن. قطارات موجودة متوفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وذات كفاءة واعتمادية عالية. مدة الرحلة من مانشستر إلى يورك بالقطار ساعة ونصف، ومن لندن ساعتين. إحدى الكنائس المبنية على النمط القوطي جوثيك، لوحة إرشادية بها خريطة لمدينة يورك توضح فيها أهم المعالم السياحية التي ينبغي زيارتها. مدينة صغيرة جدا، ممكن عمل جولة عن طريق المشي على الأقدام. شارع آخر التسوق في مدينة يورك، وهو شارع أنيق جدا بسبب وجود هذه المظلات، يعرف هذا الشارع باسم كوبر شوبينج. هذا مقصد سياحي مهم جدا في يورك، يجسد مسيرة الفايكينج في مدينة يورك، يعرف باسم مركز الفايكينج، فايكينج سنتر. جزء آخر صراحة مدينة جميلة في غاية الجمال، والمصيبة أن يعني وقتي في هذه المدينة محدود جدا، لم أتوقع أنها بهذه الطريقة. لو تحدثنا عن الأماكن السياحية في مقاطعة إنجلترا بعد العاصمة البريطانية لندن، هناك مدينتين هي يورك ومدينة أخرى تقع في غرب العاصمة لندن تعرف باسم باث. هذول المدينتين هم الأفضل سياحيا بعد العاصمة لندن في مقاطعة إنجلترا. هذا برج كليفورد أو كليفورد تاور، وأمام هذا البرج يوجد فندق هيلتون، وأتوقع من فئة 4 نجوم. نأتي الآن لختام جولتنا في كل من مانشستر ويورك، وأتمنى أن هذه الجولات قد نالت إعجابكم، وإذا كانت ذلك لا تنسون الضغط على زر اللايك ونشر رابط الفيديو، وإذا أردتم المزيد يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وترقبوا التغطية القادمة الخاصة بمنطقة البحيرات ليك ديستريكت. وإلى ذلك الحين أنا خالد العنبري، مني لكم جزيل الشكر والتقدير، وإلى اللقاء.